هاي احلى المسات، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. فيديو اليوم حيكون فيديو مختلف عن، يعني مختلف عن الفيديوهات اللي انا بنزلها في القناة، اللي هو عن هاشتاج انتشر في الفترة دي في السوشيال ميديا، اللي هو هاشتاج جاستس فور نورا. هاشتاج انتشر ليه؟ نورا دي منه؟ والقصة شنو؟ والموضوع كيف ودي شنو؟ طيب، نورا بيد عمرها 16 سنة، اهلها اجبروها انه تكتب كتابها او تعقد قرانها، وهي ما كانت موافقة ورفض، فهربت لبيت عمتها وقعدت معاها 3 سنين. فلما بقى عمر نورة 19 سنة، أبوها كلمها أو أهلها كلموها وقرروا يصالحوها، وقال لها إحنا لغينا الزواج نهائي فأرجعي. فلما رجعت للأسف لقيت إنه تحضيرات العرس ماشية زي ما هي، وسلموها لراجلة فمشت معاه الخرطوم، استقرت هناك. فبعد كم يوم حاول انه يلمسها وهي طبعا ما موافقة فما خلته. فبعد كم يوم جاب اصدقائه واخوانه واولاد عمه عشان شنو؟ عشان يمسكوا نورة يضربوها ويخلوه يساعدوه انه يغتصبها. فبعد ما مشوا قرر انه يغتصبها تاني براهو. فنورة عملت شنو؟ شالت السكين طعنته لحد ما مات. فمشت لأهلها مصدومة وكلمتهم بالموضوع. للأسف أهلها ودوها الشرطة، رموها في الشرطة وتبروا منها. حاليا نورة في السجن، وقبل 4 أيام المحكمة حكمت عليها بالإعدام. حكمت عليها بالإعدام. طيب، نرجع لأول القصة. طفلة عمرها 16 سنة، يعني الكلام ده زواج قاصرة، دي الحاجة الأولى ودي بحد ذاتها جريمة. الحاجة الثانية إنه لازم يكون في رضا بين الطرفين في الزواج، لأنه الشرط رئيسي اللي هو الرضا. الحاجة الثالثة إنه في ناس قاعدين ينظروا يقولوا إنه لا لا ما في حاجة اسمها اغتصاب وتزوجها وهي بقت ملكه، ولا لا وما من حقها تقتل الراجل وكده. انتوا اذا ما عشتوا التجربة دي ما تتكلموا. اذا انتوا يعني تشتغلوا مثلا، كنتوا بتشتغلوا في حاجة فالحاجة دي خربت فجأة تتنرفزوا في حاجات يعني جدا تافهة بتنرفزنا وبتنرفزكم انتوا ذاتكم. فما بالكم لو انتوا عشتوا التجربة دي. فما تنظروا ساي اذا ما جربتوا الحاجة دي. يعني خدتوا نفسكم محل نورة، إنسانة زوجوها بالغصب، كانت ضحية، إنه ضحية زواج بالغصب، ضحية اغتصاب، ضحية الكلام ده كله. كيف نساعد نورة؟ في عريضة انتشرت، واللي هي فكرة العريضة شنو؟ إنه يجمعوا يعني تواقع من أنحاء العالم، ولما التواقع دي تصل لعدد معين يقدموها للمسؤولين عشان يعني يتحركوا في الموضوع ده. طبعا بعد ما حكموا على نورة بالإعدام في فترة اللي هي بتاعت 15 يوم أو 14 اللي هي قدروا فيها المحامين إنهم يقدموا استئناف للحكم. فالعريضة دي حتلاقوا الرابط حقها في الديسكريبشن بوكس. أتمنى من كل واحد شاف الفيديو ده إنه يدخل العريضة دي. بمجرد دخولك على العريضة بتكون بس وقعتها، فما حتاخد من زمنك والله ولا اي شيء. في كمان دي الطريقة الاولى لمساعدة نورة. الطريقة الثانية في ايميل اسمه justiceformora@gmail.com، هتلاقوا اسمه في الديسكريبشن. فعليكم شنو؟ انكم تدخلوا الايميل ده وتكتبوا لنورة رسالة دعم بشرط انها تكون باللغة العربية. فبعد ما تكتبه وترسل هيحصل شنو؟ هيقوم الفريق العمل الايميل ده هيطبع الرسائل ويوديها لنورة، علما بانه هم عملوا الحاجة دي قبل كده. لما نورة شافت الرسائل معنوياتها ارتفعت كده. فهتكتب الرسالة والفريق هيقوم بطباعتها ويوصلوها لنورة، هينظموا زيارة ويوصلوا الرسالة دي لنورة. طيب، الفكرة من الفيديو دي شنو غير انه يكون فيه دعم لنورة؟ الفكرة انه لازم يكون في وعي
بين المجتمعات، علما بانه قصة العرس اللي بالغسل دي منتشرة شديد، ودي يعني حاجة قمة في التخلف انه طفلة صغيرة تزوجوها، لانه دي حاجة اسمها يعني جريمة، فعلا جريمة. علما انه هسي في ناس اطفال زوجوهم وهم ما كانوا موافقين، لكن ما قدروا يسووا حاجة وخضعوا لأهلهم وكبروا وبقى عندهم أولاد وكده. لكن والله الحاجة دي غلط، غلط جدا جدا جدا. أتمنى إنه الوعي ينتشر والعادة دي تختفي جدا يعني من المجتمعات كده. وما أطول عليكم، أتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوا توقعوا على العريضة، ما تنسوا ترسلوا رسالة لنورة حق الدعم. بس يلا.